الاهلي وبيراميدز لم تنتهي بعد، وهنعرف كمان معاكم دلوقتي المزيد من التفاصيل، وهنروح على مقر الاول لكره القدم بالنادي الاهلي وكواليس ما قبل المباراه هنتعرف عليها من خلال مراسلنا العزيز فاروق صلاح. فاروق صباح الخير عليك، وتفضل سامعينك بتفاصيلك بقى الكامله، اهلا بيك. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهاوند. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، يوم سعيد ان شاء الله على كل مشاهدينا وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. واحده من المباريات الصعبه في مشوار النادي الاهلي نحو الدرع رقم 43 هي مواجهه فريق بيراميدز اليوم في الجوله العاشره للدوري المصري الممتاز. يعني عشان نقرب ونقول التفاصيل وكل الكواليس يا كريم، خلينا نرجع بالامس للمران الاخير لمستر بيتسو موسيماني مدير الفني لفريق النادي الاهلي. يعني كان في بعض الامور والنقاط الفنيه اللي لازم نقف عليها ونتكلم عليها. مستر بيتسو موسيماني كان حريص جدا ان هو يتكلم مع اللاعبين، طبعا اشاد بالروح اللي كان عليها الفريق في شوط اللقاء الثاني من لقاء المقاولون العرب، وقال هي دي دايما شخصيه لعيبه النادي الاهلي، وهو دي السمات اللي لازم يتحلى بها لعيب النادي الاهلي، هي دي الامور اللي النادي الاهلي بيتوارثها جيل بعد جيل. ايضا من النقاط المهمه جدا اللي هو اتكلم فيها مع اللاعبين على ضروره انهاء، يعني قبل السفر الى قطر، ان انا اكون على قمه الدوري، لازم اسيب انطباع لدى الجماهير، لا انطباع لدى الفرق اللي انا هواجهها في كاس العالم للانديه، طبعا حفاظي على قمه الدوري. طالب اللاعبين اليوم طبعا بالاداء والنتيجه الرائعه، طبعا عايز ان هو يعني قبل ما الراجل يسافر يكون كل الامور في الدوري ان شاء الله النادي الاهلي يستمر على القمه. عقب يعني المران مستر بيتسو موسيماني يعني بعض التفاصيل والامور الفنيه طبعا مش هناخد فيها، لكن هو كان بيركز في بعض الجمل اللي من ممكن يفاجئ فيها فريق بيراميدز اليوم. من الواضح ان هو تابع كل كبيره وصغيره، كان ليه اجتماعات مع محللي الاداء موسي ويوشا سعيد، ايضا كان اجتمع مع بعض اللاعبين جلسات منفرده كده اثناء المران، محمد شريف، حمدي فتحي، السوليه، علي معلول، محمد هاني، كان حريص ان هو يشرح كل التفاصيل للاعبين. ايضا بعض الامور اللي اشتغل على الكرات الثابته وكيفيه استغلال الكرات الثابته. عقب المران مستر بيتسو موسيماني اعلن عن قائمه بتضم 21 لاعب لهذا اللقاء، بتضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، محمد هاني واحمد رمضان، بيكام، بدر بنون، ياسر ابراهيم، سعد سمير، ايمن اشرف، علي معلول لخط الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السوليه، اليو ديانج، ومحمد مجدي قفشه، حسين الشحات، كهربا، وطاهر محمد طاهر لخط الوسط، خط الهجوم صلاح محسن، مروان محسن، ولتر بواليا، ومحمد شريف. دي القائمه اللي اعلنها مستر بيتسو موسيماني. بالنسبه بقى لتفاصيل اليوم، لاعبي النادي الاهلي تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 9، وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 1:30 ظهرا، المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعه 4، ثم المغادره والتحرك الى ملعب المباراه هيكون في تمام الساعه 5:30. بالمناسبه المباراه هتقام على استاد الدفاع الجوي اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني مش اكثر من 10 دقائق. حتى الطقس نقدر نقول ان درجه الحراره حاليا 17 درجه مئويه، من المقرر ان درجه الحراره اثناء توقيت المباراه هتكون 16 درجه مئويه. بالنسبه لطاقم تحكيم اللقاء، يعني كان نادي بيراميدز قدم طلب ان هو طلب حكام اجانب، لكن الاتحاد المصري قرر اسناد المباراه لطاقم تحكيم مصري. النهارده الكابتن جهاد جريشه هو من يتولى قياده اللقاء من الناحيه التحكيميه، بيعاونه سمير جمال مساعد اول، احمد توفيق طلب مساعد ثاني، الحكم الرابع عبد العزيز السيد، اثنين حكام طارق مجدي ومصطفى الشهدي. ايضا من المقرر ان النادي الاهلي طبعا النهارده هيظهر بيه الزي الرسمي، الزي الاحمر للنادي الاهلي، بينما فريق بيراميدز هيظهر بيه الزي الازرق. من النقاط المهمه ايضا يا كريم عايز اتكلم عليها، ان النادي الاهلي بالامس طبعا كان صدور او يعني عرفنا ان المسحه سلبيه مسحه جميع لاعبي النادي الاهلي باستثناء اكرم توفيق اللي ثبت ايجابيه مسحه الكورونا الخاصه باكرم توفيق، نتمنى له كل الشفاء ونتمنى كل الشفاء لكل اللاعبين. ايضا كان ليه حديث مع دكتور احمد ابو عبله طبيب بفريق النادي الاهلي اللي حاولنا من خلاله نطمن على حاله وليد سليمان، وطمني اكتر على حاله وليد سليمان، وقال ان وليد سليمان بيسير يعني امور يعني الاشاعات اللي تمت لوليد سليمان بتقول ان النتائج كانت اكثر من المتوقع ومن المنتظر. ان شاء الله خلال الايام القادمه هيكون في يعني اخبار ساره باذن الله لجماهير النادي الاهلي بخصوص وليد سليمان. ايضا كريم نيدفيد هيكون واحد من اللاعبين اللي هينضم لفريق النادي الاهلي وهيلتحق بتدريبات فريق النادي الاهلي ان شاء الله عقب العوده من رحله السفر الى قطر بمشيئه الله. دي كل التفاصيل، كل الكواليس، انا موجود معاك يا كريم، موجود معاك يا نهاوند لو في اي استفسار او اي تساؤل. كالعاده مش بتدينا ولا انت ولا كل زملائنا الحقيقه اي فرصه للمزيد من الاسئله والاستفسارات، لان دايما الحقيقه تقاريركم كافيه ووافيه. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح.